السلام عليكم. أول فيديو راح أتكلم فيه على السريع عن تايبن سبطانتها. سبطانة التايبن، الكلام اللي راح أقوله أنا مسؤول عنه وبالدليل. سبطانة التايبن مو خاصة في التايبن، هي سبطانة توهم من شركة سيزد، والدليل أن السبطانة هذه سبطانة الأس 200 اللي هي CZ200S اللي هي صجم كبير. والدليل هذه CZ سبطانة CZ، هذه سبطانة صجم صغير CZ مالتهم صجمة هذي، ماشي. وهذه سبطانة انت يا تايبن، ماشي. حتى يعني التوهيم، المشكلة مو في السبطانة، المشكلة في توهيم السبطانة في عيوب. والدليل ان هذه سبطانتها، لاحظ هني، انا اقرب لكم عشان لا يقول بفاطمة انتم ما تتكلمون، حتى المصنع ما يتكلم. لاحظ، ماشي. تعالوا هني وابي اقرب لكم، لحظة. لما يجي اساويها، لاحظ هذا مال الكاتم، هذا مال الكاتم السي زد اللي تسكر القطعة. لحظة، والشخط هذا، الشخط هذا مال هذا، يعني يلا صايد السن. يعني لما ادور الحين ما في الشخط هذا، شوفوا هذا الشخط توهم. الحين لما اجي انا اقايس السبطانه من هنا، طبعا هي مقطوعه من قدام، الحين راح اشرح عليه، مقطوعه من هنا اساس يلحق على الحجره. لما تجي تواسيهم ويا بعض بالشكل هذا، تجي تشوف من هنا نقصر السبطانه هنا، يعني قاص من الشوك. لما تجي هني طالع، لاحظ هني هذا بداية السبطانة، شوف ايش كثر منقص من الشوك. هذا يعتبر توهيم. الحين هذا سبطانة مو مال لعب. الحين لما نجي هني، هذه الفتحة حق اللي تعطي الصجمة هواء، وهذه فتحة الصجم الكبير. طبعا هو جاي شو مسوي؟ قاص من هني على اساس يلحق، يعني جاي من هني. ترى قاعد اصور بتليفون انا. جاي من هني مقصر المسافة، قاصها ومقصر المسافة اساس يلحق البولت يدز الصجمة بعد الفتحة هذه. لما نجي هني نشوف التوسيع، هذا التوسيع منه هو في المصنع. هذا التوسيع منه هو في المصنع. لما تيجي تطلع، انا نزلت صورة من داخل في الانستغرام، لما تيجي تطالع من هنا فتحة من داخل، نزلت الصورة. لما منزل القطع مال الدريل داخل، طالع فيه مثل، يعني لما تحفر الدريل يطلع فيه زايد لتحت، وهذا كان موجود في السبطانة. السبطانة هذه CZ 12 جروف مالت انت يا الاس، اعيد، مالت الاس 200 ومرهمة حق الاتمان. هذا فيديو مبدئي، الموضوع موضوع ترهيم لزق. حتى انا اشك، حتى سبطانه، والله اعلم، حتى سبطانه مالت الشورت الكوريه اللي هي 30 سنتي، هي راح ابين، انا راح ابحث اشوف هي سبطانه شنو بالضبط. اتوقع انها هم بعد قاص السبطانه ومطير الشوك من قدام، عشان كذي يقول لك مصجمه ما فيها شوك وسبطانه ملسه وثمانيه جروف، يعني مرهمها بعد، ما قدر يقصها، احتمال من ورا او شغله وقصها من قدام او لا. وهذا احتمال، انا ما اقدر، هذا مبدئيا انا قاعد اتكلم عن هالشيء هذا الحين،
مبدئيا. طبعا في اشياء طبعا اذكروا ان القطعه هذه ان هذه تقلل من صرف الهواء، وهالكلام غير صحيح. هذه حاله حال الشاش لما تحطه على حنفيه، هذا فلتر عادي يعني تقدر حتى يعني هذا الحين لو تجيب ريجليتر، الحين تجيب ريجليتر ها وتحط قطف هني، القطف شنو مهنته؟ يعني ينقي او 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 يعني اذا في شوائب او شيء في البطل ما يروح هني، ما يدش على ريجليتر. ميزه حلوه، ما اقول مو حلوه، بس لا تقولون ان هذا ينقص صرف الهواء، هذا ما له شغل بصرف الهواء. هذه اول معلومه انتم قاعد تقولونها وهي غير صحيحه. الحين تقولون ابو فاطمه يهجم ما يهجم، هذا الشيء راجع لكم. انا بينت لكم ان السبطانه هذه تمهيم وتمهيم سيء، تمهيم سيء. ها هذه سي زد 200. واذا كلامي صح، اذا كلامي غلط خلي يثبتون عكس كلامي. سلامتكم.